بالمال يمكن لك تشتري المنزل، ولكن يمكن لك تشتري الوطن. وبالمال يمكن لك تشتري الساعة، ولكن يمكن لك تشتري الوقت. بالمال يمكن لك تشتري الطعام، لكن غير ممكن باش تشتري الشهية. بالمال يمكن لك تشتري الطبيب أو تروح عند الطبيب، ولكن ما يمكنش أبدا باش تشري الصحة. بالمال يمكن لك تشري التأمين مثلا، ولكن مستحيل بالمال تحصل على السلامة. هذه المشكلة التي نعاني منها كلنا، أن هناك أحد الأشياء وكل الأشياء لا يمكن شراؤها بالمال والماديات. يقول أحد العلماء: لا تجعل المال فوق رأسك فيدفنك في الأرض، واجعله تحت قدميك إلي يرفعك عن الأرض. صراحة تأملت في العبارات الجميلة والرائعة، فوجدت فيها فعلا نموذجا رائعا ووصية عظيمة بشأن المال، والذي كاد أن يستولي على حياتنا وأن يصبح ذاك الهاجس الأوحد والأحرى الوحيد للكثير من الناس الذين لم يتمكنوا من معرفة الطريقة المثلى للتعامل مع المال، ولم يعرفوا كيف يواجهون التحديات التي يواجهها المال، سواء عند وفرته أو قلته، سواء كان هذا المال كثير ولا مثلا كان قليل عند الإنسان. عفوا، جميع الذين يحرصون على المال وكيبذلوا كل الطاقة ديالهم في جمعه والتخزين دياله والحرص عليه، حتى بدأ يشعر بأن المال تملك منهم وأصبح في القلوب ديالهم. أولئك يدفنهم المال مع مرور الوقت، أكيد أكيد يدفنهم المال مع مرور الوقت. أولئك الذين ولا الناس اللي جعلوا المال في الأيدي ديالهم وسيطروا على الجوارح ديالهم فعرفوا حقيقة المال صراحة، وتمكنوا من تسخيره لكل ما فيه خير ينفع به البلاد والعباد. قدرت تتحكم على المال، التحكم في المال تعد واحدة النعمة عظيمة لا يملكها كثير من الأثرياء بطبيعة الحال. أكيد المال ما خصناش نديروه في القلوب ديالنا، نديروه في اليد ديالنا ونساعدوا به الناس أكثر، لأنه نذكر أن يوما من الأيام ولا شحال ما عشنا أكيد سنرحل.